السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سأقدم لكم في هذا الفيديو تحضير مص ابنتي لعبد القادر المازني. ده سأقدم لكم فقط الأفكار الجزئية والأساسية والفكرة العامة. دنيا، الفكرة العامة هي العلاقة القوية من الحب والعطف التي تجمع بين الأب وابنته. الأفكار الأساسية: الفكرة الأولى، ذكر الكاتب أهم الأوصاف الجميلة التي تتميز بها ابنته. الفكرة الثانية، بهجة الأب وانشراح صدره بسبب قرب ابنته. أما القيمة التربوية أو المغزى العام للنص، من هنا البنات نبض القلوب وسر الوجود ووردة تزيين العيون. إذن هذه كقيمة تربوية لنص ابنتي. نروح الآن للنص الموالي. أبي، وأقدم لكم الأفكار الأساسية والفكرة العامة أيضا. إذن الشاعر هنا هو الكاتب، هو الشاعر محمد الأخضر سائحي. الفكرة العامة هي تعبير شاعر عن حبه لأبيه والإشادة بفضائله المتعددة. أما الأفكار الأساسية تنقسم إلى أربعة أفكار: الأولى، مدح الشاعر أباه والدعاء له. الثانية، ذكر الشاعر التضحيات التي واجهها أبوه من أجل راحته. أما الفكرة الثالثة، اعتراف الشاعر بفضائل أبيه عليه. والفكرة الأخيرة، تعلق الشاعر بأبيه وحسرته على فقدانه. إذن على فقدانه. نحن الآن للقيمة التربوية. إذن المغزى العام والقيمة التربوية: حكمة، الأب هو ذاك الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملا السماء. في انتظار تقديم تحضير نصوص أخرى، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.